هذه هي البسبوسة ديالنا اللي وجدناها بالكريمة ديال الجزر والخوخ. نتمنى تنال الإعجاب ديالكم، راه كتجي صراحة الله كتجي بنينة، كتجي زوينة وسهلة. هانتوما ما فيها لا حليب لا لبن لا والو، كتجي سهلة وكتوجد غيا، وكلشي مكونات عندنا في الدار. نتمنى تنال الإعجاب ديالكم وتجربوها وتردوا عليا ان شاء الله في التعاليق ديالكم كيف ديما. صراحه الله راه غير كتوجد، وفي نفس الوقت حتى الا جا شي حد على غفله ولا شي حاجه، ها نتوما يا راه دغيا توجدوها وتحطوها لحبابكم الا جاوا عندكم. دابا مع الصيف كنبغيو شي حاجه باش نشربوا اتاي مع قهوه، ها نتوما يا. نتمنى تنال اعجابكم، وكيف تنقول لكم ديما شي حاجه اللي هي سهله وبسيطه، سهل وبسيط مع زين، وديما حنا غير مع حاجه سهله وبسيطه وموجوده في الدار بلا تماره بلا. وهنايا جوج خوخات، كيف كتشوف هاد الخوخ راه تيكون حلو، وجوج خزوز وكاس ديال الماء هذا الكبير باش نطحنهم به نديرو بهم عصير باش غادي نصيبو البسبوسه ديالنا وفي نفس الوقت الكريمه ديالها. هنا درت الماء وغادي نزيد هاد الخزو كيف قلت لكم، نطحنو مزيان حتى يولي عصير هو وهاد الخوخ. وعاد غندير معكم طريقة باش غادي نصيبو الكريمه اللي غادي نديرو في وسط من البسبوسه ديالنا. البسبوسه فايت ليا درتها معكم، راه كاينه عندي في واحد اللايف. هنا غادي نديرو غير الكريمه باش غادي نصيبوها. بالنسبه لهاد الخوخ ما غاديش نقيه صراحه، راه بنين هويا حلو، حيت لي غير دوك البلايص اللي البلاصه كنشوع شي حاجه فيها مضروبه ولا شي حاجه كنحيدها وصافي. وغادي نديرو نطحنو كيف قلت لكم، نخرج منه جوج كيسان، كاس باش غادي نصوب البسبوسه وكاس باش غادي نصوب الكريمه. انا غادي نشارك معكم الكريمه اما البسبوسه كيف قلت لكم راه كاينه عندي في واحد اللايف، غنحط لكم الرابط ديالو تحت من الفيديو ان شاء الله. وهنا كيف قلت لكم انا الحرشه راني خوطتها، ها هي بداك الكاس ديال الخيزو مع الخوخ، ودرت فيها بيضه وحده وكاس مع مش ديال الزيت، تقريبا غير نص كاس ديال الزيت، وجوج خمارات، واحد فاني، قبصه ديال الملحه، وثلاثه الكيسان تقريبا ديال فينو ما عامرينش. هانتومايا غادي نديرها باش طيب، غنديرها طيب من الفوق، غنديرها طيب من الفوق وعاد غادي نصوب لها الكريمه ديالها نديرها فيها. وهنا كيف كتشوفوا راني قسمتها، خويت النص في طاوه يطيب من الفوق، عاد غادي نزيد عليها الكريمه ونزيد نص لاخر نكملها طيبها. دابا غادي نحط هذا النص وغنخلي العافيه غير من الفوق باش يطيب غير من الفوق. وهنايا بالنسبه للكريمه اللي غادي نصايبو، عندي هنايا واحد طوبه ديال السكر كيف كتشوفوا، كاس ونص ديال العصير اللي طحنا ديال الخيزو والخوخ، هانتومايا غادي نزيد عليهم واحد الفانيه بسم الله. وغنزيدو واحد جوج معالق قنص ديال مايزينا. الا كان كريم باتيسير تقدروا تصيبوها وتعمروها بها، ما كانش هذه مايزينا غتكون بديل. حنا غنديرو بمايزينا بسم الله كيف قلت لكم، جوج معالق ديال مايزينا كبار، ها هما يا كونوا عامرين نيت صافي. وغنردها فوق البوطه باش تعقد شويه، عاد نخويوها فوق داك الحشره ديالنا اللي طابت. بالنسبه للحشره ديالنا درتها باش نطيبها نصيبها، مشيت نتغدى جيت لقيتها ما بقى لها والو، تكمل طياب كامل بعد ما وجد داك الكريمه ديالنا اللي قلت لكم عليها. ها هي نصوبها فوق من هذه قبل ما تبرد، بس
تسرحوها فوق منها مزيان قبل ما تبرد. صراحه ريحتها يا سلام، عطيه ريحه واعره. هانتوما هي هي، وغادي نزيدو ديك العجين اللي بقى لينا اللي باقي ما درتوش، ونزيدو مازال فوق منها، وعاد نكمل الطيب ديالها، لان راه من التحت راه ما طايباش حيت شعلت ليها غير من الفوق. الله يجعل البركه. نجيبو دابا داك الخليط اللي بقى، راني كنهضر عند بالي، راني كنصور تا قديت، عاد جيت نشوف لقيت البورطابل ديال لي تنظيف بينا راه ما خدامش التصوير. المهم البنات كيف قلت لكم راني درت الكريمه، هي اللي تطب داك النص، ودرت الكريمه وزدت فوق منها دابا داكشي اللي بقى ليا، داك الخليط اللي بقى ليا، ودابا غادي ندخلو الفران باش يطيب. بعد ما قديته فوق منه هكايا غادي ندخلو دابايا باش يطيب. هذه هي البسبوسه ديالنا اللي وجدناها بالكريمه ديال الجزر والخوخ. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، راه كتجي صراحه الله كتجي بنينه، كتجي زوينه وسهله. ها نتوما ما فيها لا حليب لا لبن لا والو، كتجي سهله وكتوجد غيا، وكلشي مكونات عندنا في الدار. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، وتردوا عليا ان شاء الله في التعاليق ديالكم كيف ديما. صراحه الله راه غير كتوجد، وفي نفس الوقت حتى الا جا شي حد على غفله ولا شي حاجه، ها نتوما يا راه دغيا توجدوها وتحطوها لحبابكم الا جاوا عندكم. دابا مع الصيف كنبغيو شي حاجه باش نشربوا اتاي مع قهوه. ها نتوما يا، نتمنى تنال اعجابكم، وكيف تنقول لكم ديما شي حاجه اللي هي سهله وبسيطه، سهل وبسيط مع زين، وديما حنا غير مع حاجه سهله وبسيطه وموجوده في الدار بلا تماره بلا. ولا وصلتوا حتى لهنايا ما تنساوناش في التعليق ديالكم الزوينين، وفي البارطاج كيف ديما تنقول لكم، ونتمنى تدعمونا ونزيدوا القدام ان شاء الله، ونجيبوا افكار ثاني اللي هي سهله وبسيطة كيف ديما تنقولوا. وخليتكم في أمان الله وحفظه.